اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. خلاها سمك النهاردة، ولما نقول خلاها سمك النهاردة يا معانا شوية سردين، السردينة الحلوة بتاعت اسكندرية لطيفة وجميلة، وده بشاير الشتاء بيجي الخير الحلو في الأسماك بالذات. معانا سردين النهاردة هنعمله مقلي. السردين دايما محدود الإقامة ما بين إن احنا نعمله صينية بالزيت والليمون مع البطاطس في الفرن، إنما سردينة مقلية إزاي نتلاشى مشاكل الزفارة وإزاي تبقى كريسبي معانا، هنشوف التفاصيل مع بعض إن شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة. معانا المفاجأة النهاردة اللازانيا. اللازانيا بنعملها بأفكار جديدة، بنعملها مع البولونيز، مع لحمة مفرومة، مع فراخ، مع خضار. أما لازانيا بالسي فود على طريقة الشيف المغازي بالتأكيد هيكون لها طعم تاني وشكل تاني. معانا من السي فود شوية كابوريا لطاف، شوية جمبري، شوية كاليماري، شوية فيليه قشر بياض أو فيليه بولت حسب الرغبة. ولكن إيه اللي دخل الكابوريا في الموضوع اللازانيا؟ دي مفاجأة علشان نقدر إن احنا نجرنش بيها أو نعمل برزنتيشن حلو للازانيا بتاعتنا بالسي فود. المفاجأة بقى معانا النهاردة، دايماً متعودين من الشيف المغازي على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، حقوق الطبع لدينا وبس. الكلام ده فين؟ على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. كمان حقوق الطبع النهاردة مع الزلابية بالتمر. لطيفة دي، ها؟ زلابية بالتمر أو العجوة اللي هي بتاعت سينا، بتاعت الواحات، مصرية لطيفة وجميلة. العجوة دي كلنا عارفينها، بتاعت الواحات وبتاعت سينا أو التمر. هنشوف نعملها إزاي زلابية بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نشوف افكار جديده لاكله سمك بطريقه جديده. معانا سردين، معانا تشكيله من السي فود، معانا المفاجاه النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. فاصل صغير، نصيحه مني، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع أكلة سمك النهاردة بتفاصيل بسيطة وسهلة في متناول الجميع. إحنا مش بنجيب حاجة مكلفة ولا حاجة فيها مش نقدر ما نجيبش سي فود غالي والجو ده. السردين معانا في حلقة السمك عند الرجل بتاع السمك زي الرز، وده الموسم بتاعه. فأنا النهاردة هدلع السردين وأعمله بطريقة بسيطة مقلي. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، ومعايا تشكيلة من السي فود هعملها مع اللازانيا، ومعايا زلابية. لو أنت عندك المنيو ده في المطبخ عشان اريحك، دايما بنقول هنبدا بايه الاول وايه الحاجه اللي ممكن تاخد مننا وقت. الطبيعي ان عجينه الزلابيا انا هعجنها مع حضراتكم، فمحتاجه وقت للتخمير علشان تتخمر علشان اقدر اعرفها على التمر بتاع سينا وبتاع الواحات. تعالوا نشوفوا نعمل الزلابيا ازاي بالتمر او بالعجوه. المقادير على الشاشه. معانا كوبايتين من الدقيق، معلقه خميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمر او عجوه خاليه من النوى، ما فيهاش اي نوى، ودي موجودة عند الفكهاني في أي مكان في أي سوبر ماركت إنتاج سينا ومن خير سينا. معانا كمان زيت معلقتين، ومعانا زيت للتحمير. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة حلوة وحاجة جديدة على فكرة وطعم مختلف. أول حاجة هدوب مية دافية مع خميرة وسكر. وفرصة وإحنا بنعمل الخميرة والسكر نعرف إزاي الخميرة شغالة أو مش شغالة. حلو الكلام، دي مهمة جدا على فكرة. ممكن الخميرة عندك في المطبخ بقى لها وقت كبير وفيها كمان رطوبة فمش هتديك النتيجة اللي انت عايزاها. دي مية للعجين، بزودها شوية مية دافية أو مية بتغلى عادي من براد الشاي اللي عندك، ده الطبيعي أهو زي الفل. بنحط على المية دي يا عم الشيف شوية ملح، شوية خميرة. أول ما تحط الخميرة على المية، مخرجنا الجميل وادتك مادة فوارة كده، اعرف إن الخميرة شغالة وزي الفل، ده الطبيعي. غير كده تبقى الخميرة واخدة رطوبة وما تنفعش تشتغلي بيها. أنا بسهل عليك الأمر جدا، حلو؟ ندوب الخميرة كده. بص على الخميرة بالله عليك، أنا عايز البياض والحلاوة دي أهو. كده الخميرة فلة شبعة منورة. ادتلك الرغوة البيضة، البياض بتاعها غيرت لونه المية. غير كده وكلكعت منك تبقى الخميرة مش مظبوطة. رشة سكر لتشغيل الخميرة وتفعيلها اهو زي الفل.
وإضافة السكر للخميرة في عجينة الزلابية بالذات بيخليها إيه تتحمر بسرعة وتقرمش معاكي كمان. أدوب السكر مع الخميرة في ماء دافي لغاية كده زي الفل. يا عم الشيف فاهمين أنت شغال إزاي؟ بنحط معلقتين من الزيت أو معلقة زيت صغيرة. فرصة نعرف كمان مقادير الزلابية. الزلابية بيسموها طبعا هنا في مصر زلابية، في الخليج يسموها عوامات، لقمة القاضي، لؤيمات، دي المسميات بتاعتها في كل مكان. زلابية، لقمة القاضي، عوامات. نبدأ ننزل بالدقيق. أول تقليبة كده كده المضرب ملوش عوزة، أبدأ أشتغل بإيدي، مش لازم عجان، أنا مش بحب العجان عموما. يعني لو بشتغل مثلا كميات كبيرة في مطعم في حفلة عجان عشان هنعمل كمية، بس بنشرح لحضراتكم العجان هنا مش مطلوب، لأن أنا بستمتع وأنا بعمل العجينة بإيدي. نقلب كده العجينة دي كده. ولازم تحط ايدك في العجينة عشان العجينة بتاعت الزلابية بالذات لها قوام ولها سماكة، لازم تحسيها وانت بتعجنيها. عشان كده بتحط الدقيق ايه، تضيف الدقيق على الماء المغلي او الماء الدافي بتاع العجينة بالتدريج مش مرة واحدة. لسه عايزة شوية كمان. هوريكي دلوقتي الايه القوام بتاعها واحنا مع بعض. نعم يا غالي، اصبر على رزقك. بيقول لي التمر هنا دوره ايه؟ طب انت جاي على بالك ان احنا ممكن ايه نحط التمر جنب العجوه، جنب الزلابيه او العجوه ونغمس؟ لا ده بالعكس، تشوف دلوقتي الزلابيه واخده طعم التمر. شفت العجينه بتاعت الزلابيه طالعه عامله ازاي؟ بدون عجان. حلو، العجينه جاهزه زي الفل كده. العجينه خدت وقتها من العجين، بغطيها واسيبها بنفس البوله اللي انا عاجن فيها. حلو الكلام لغايه كده زي الفل. نبدا نخش على اللي بعده. اللي بعده هنعمل ازاي اللازانيا بالسي فود. مقاديرها على الشاشه، مقادير اللازانيا على الشاشة. تشكيلة من السي فود، خدنا المقادير بتاعتها. طيب، كابوريا، كاليماري، سمك فيليه، عجينة لازانيا من السوبر ماركت، جبنة موزاريلا، بصل، ثوم، بشاميل. أنا عايز أغطي العجينة دي كده وأنا واقف مع حضراتكم، مهم جداً. الله، لازم تغطيها، تتحط في مكان بعيد كده زي الفل. تمام، معاكم كل حاجة على عينك يا تاجر. تعالوا نشوف ازاي نشتغل في اللازانيا. طاسة على النار شديدة الحرارة. حلو، بنحط فيها شوية زيت زيتون، مكعب من الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. الزبده ليه يا عم الشيف؟ عشان نحمر البصله بسرعه مع التومه، والزبده مع السي فود في علاقه حب. السمنه ما تنفعش، ده زعتر، دي اول حاجه نزلت بيها، او روزماري حسب الرغبه. بصلايه ناعمه بالشكل ده كده. البصله هنا خدت طعم الروزماري. ننزل بالفص التوم الناعم الحلو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اركز على البصله والتومه شويه مع الروزماري لغايه لما تاخد لون، تديني طعم البصلايه والتومه مع معلقه الزبده بالشكل ده كده. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف بسيطه وسهله،
الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة. أي نعم سي فود بيحب الكمون والكزبرة، بس اللازانيا ملهاش هنا إيه لا الكمون ولا الكزبرة. دي بابريكا، شوية كركم، فلفل أسود. إذا أنت عايزة تحطي كمون وكزبرة مش هقول لك ما تحطيش، بس أنا بقول لك على إيه الصح وأنت صاحبة القرار. هنحط شوية زعتر ونقلب دول كده مع بعض. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ تشكيلة السيفود بتاعنا تاني على الشاشة. مش لازم نفس الكمية، ممكن أنت تجيبي مثلا سبيط، أنا جايب كاليماري، سمك فيليه، أي نوع سمك فيليه عندك مفيش أي مشكلة، تجيب البولت وتاخد الفيليه بتاعه أو قشر بياض. حابة تحط جمبري بالقشر ماشي، اختياري. هناخد السي فود بتاعنا ده كده، ويفضل طبعا مفهوش لا حسك ولا قشر. ده الكاليماري، ده الجمبري اللحم، دي الكابوريا. اصبر عليا هتشوف حاجات حلوه دلوقتي. ده السمك الفيليه، كل ده مع بعضه في قلب البصله والتومه والعود الكرفس ده معاهم. حلو الكلام. ونقلب كل ده مع بعضه بالراحه كده. عايز انا طعم الكابوريا واليود بتاع الكابوريا اللي هو ما بين القشره بتاعه الكابوريا ولحم الكابوريا، واسيب ده يغلي مع بعضه شويه كده عشان عايز شويه شوربه حلوين، لان اللازانيا دي هتستوي في الشوربه بتاعه السي فود ده مع بشاميل خفيف انا عامله. دايما اللازانيا يكون بشاميلها خفيف. بتعملي لازانيا، بتعملي مكرونه بالبشاميل، لازم نحط في الاعتبار ان الباستا زي المكرونه البنه او اللازانيا بتحتاج لسوائل في التسويه. دي مدرسه المغازي، ما ينفعش ان انا اسلق اللازانيا. كل ده مع بعضه بسيبه على النار مع قليل من الماء المغلي، ونغطي الحله دي كده زي ما هي، او نخلي مخرجنا الجميل يوريها لنا كده. ايه الحلاوه دي؟ شفت السي فود بتاعنا؟ اه. نيجي نقف وقفه هنا، وقفه اسمها وقفه ابداعيه، رؤيه وفن وابداع. ده طاجن سي فود او ميكس سي فود زي ما بيسموه في المطاعم. تقدري تعمليه بالشكل ده كده مع معلقتين من الكريمه اللباني. نقدر ان احنا نعملها برده شوربه بالسي فود، صينيه سي فود زي ما انت عايزه. دي وقفه نغير المدرسه بتاعتنا. حلو الكلام. ولكن هنعملها ازاي لازانيا؟ الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل. استاذن حضراتكم، نطلع فاصل صغير ولكن نعرف احنا عملنا ايه. عملنا عجينه الزلابية بتتخمر، تاخد وقتها في التخمير لان هنحمر بعد كده. اللازانيا هنطبقها بعد الفاصل. معانا سردين مقلي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي اخلي طعم اللازانيا بطعم السيفود؟ دي مدرسة، دي لازم تكوني دارسة مطبخ حلو قوي قوي قوي. معايا البشاميل هنا تقيل، انا عامل حسابي ومفكر هنا في ان انا هاخد من الشوربة بتاعت السيفود ادعم البشاميل اللي انا هعمل بيه اللازانيا. شفت الفكره جت منين؟ عشان كده مخلي البشاميل تقيل. اهو البشاميل ده ما ينفعش اسوي فيه اللازانيا خالص. اهو ده تقيل جدا، يفضل ان هو يكون خفيف عن كده. فانا مش هزود حليب ولا هزود ميه مغليه. نشوف قوام البشاميل مع بعض مخرجنا الجميل. نشوف قوام البشاميل. اهو تقيل البشاميل ده مع المكرونه ما ينفعش خالص، لان المكرونه هتكمل سواها في قلب البشاميل هتكلكع مني وتبقى معجنه. اه. فانا حاطط في الاعتبار هاخد من الشوربه بتاعه السي فود الزلزال اللي في قلب الصينيه اللي في قلب الطاسه. نبص عليه، هو ده. ده السي فود بتاعنا. اه. بص على الحلاوه. الكابوريا راحت فين؟ ايه اللون الحلو ده؟ ايه الكرفس ده؟ اه. شفت الحلاوه؟ دي الشقاوه. اه. اه. الله.
جمبري، كاليماري، ممكن يكون فيه سبيط، كابوريا زي ما هي كده حطيتها، سمك فيليه وحطه سليم لانه هيتكسر كده كده، ما ينفعش ان انا اخليه اصغر من كده هيتهري مني اهو. باخد من الشوربه دي يا عم الشيف واسقط هنا كده بس خلاص. نرجع سيفو التاني ونشوف البشاميل بتاعنا اخباره ايه. الله على المدرسه، هي دي المدرسه اهو. ونقلب البشاميل، اصبح ان البشاميل هنا يا عم الشيف كله بالسيفود اهو اهو. ونقلب نظبط القوام بتاع البشاميل اللي هو البطل عندي، واخد طعم السيفود، واخد البهارات، يحتاج تاني نحط له اهو زي الفل. نطبق اللازانيا مع بعض، الصينيه بتاعت اللازانيا، عجينه اللازانيا من اي سوبر ماركت بتشتريها، في منها الاخضر في منها الابيض زي ما انت عايزه. بناخد البشاميل نحط هنا كده شويه. طبعا اللي جاي متاخر وفتح التلفزيون وجاب على القناه الاولى وشاف البرنامج بتاعنا او على الفضائيه المصريه في انحاء العالم، هيقول لك البشاميل لونه عامل كده ليه؟ لانك انت مش حاضر معانا من الاول. البشاميل ده بيتكلم سي فود. نحط اللازانيا بتاعتنا اهي. اللازانيا دي هتستوي فين؟ في نفس البشاميل اه، زي ما هي كده نيه يا امي يا اختي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب. حلو الكلام. هنعمل ايه تاني؟ شويه بشاميل بس قليلين يعني اه على الوش كده. واخبار السي فود بتاعنا اه، نصطاده بقى من قلب الطاسه. حلو الكلام. اه لا هسيب الكابوريا، ماليش دعوه بالكابوريا دي خالص، الكابوريا مش وقتها. ده سمك فيليه، جمبري، كاليماري، باخد منه شويه كده. لا انت الكابوريا هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. مخرجنا عايز يعرف دور الكابوريا القشر دي هتتحط فين. هو واخد فكره عنها ان هي تتعمل صينيه نخليها. ده سي فود كده اهو، بصاده من هنا. نحط رقه من اللازانيا، احنا حطينا بالعرض نحط بالطول كده العكس عشان لما نيجي نغرف تطلع معايا خرطه خرطه. شويه بشاميل يا عم الشيف. انت لو عملتها بالبشاميل ده بس كده من غير اي حاجه، انت خدت طعم السي فود، الخلاصه بتاعت السي فود، عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. حلو الكلام. تاني كابوريا هخليها مش عايزها. ناخد السي فود بتاعنا ده كده. وعملت اكله جديده العيله كلها والاسره هتشكرك عليها. حماتك هتقول لك فكره جميله يا مرات ابني، هو انت ما اتفرجتيش على الشيف المغازي من زمان ليه؟ ده احنا ما كناش نعرف نعمل اللازانيا دي بالسي فود. ده عمل الطاجن الميكس عمله مع مكرونه اهو. شفت ازاي؟ اهو لسه ما خلصتش انا شويه الشوربه دول عايزهم، ده هم الحدوته. يلا ونسيب الكابوريا ما نقربش منها، نرص اللازانيا. الطبقه الاخيره بشاميل تخش الفرن بعد ما نغطيها بورقه زبده. مخرجنا يستعد هنروح للفرن. اللهم صل على النبي. ادي البشاميل بتاعي انا شغال واحده واحده كده. شفت الحلاوه؟ شفت الروقان ده كده؟ اه بشاميل خفيف لان اللازانيا هتبكبك جوه البشاميل بس خلاص. شويه الشوربه الحلوين دول علامه السي فود. يلا ندخلها الفرن مع بعض. الكابوريا دي عايزها ما نقربش منها، هنغطيها الاول بورقه زبده. الله، ورقة فويل. الله، درجة حرارة الفرن 180
لو قلت لي يا مخرجنا دي مكانها فين في الفرن بعد ما نخلص الحلقه وننهي ونقول مزبيرو من مزبيرو دي بتاعتك. فين يا فندم؟ الله عليك الله عليك الله عليك. خالص خالص طبعا دي لازم تستوي، لازم ما تتحطش على الشبكه يا امي، اهي في ارضيه الفرن. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. يلا مفيش حاجه في حاجه متغطيه، بس في كنز، في قنبله هنا، في شقاوه، في ابتكار طهوي، في رؤيه، في فن، في ابداع. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل معانا سردين مقلي بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس، ومعانا زلابيه النهارده اللي هي العوامات اللي هي لقمه القاضي اللي هي لقيمات معموله بالتمر والعجوه بتاعه سينا. اه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. سردين مالي بطريقة جديدة، هنشوف نقليه مع بعض ازاي. نشوف المقادير على الشاشة. سردينة حلوة من اسكندرية، حلو قوي، جبناها نظفناها شلنا بطنها، مش محتاجة تتغسل بعد ما نشيل بطنها خالص. بناخد السردين زي ما هو كده. معانا توم، معانا عصير ليمون، ملح، فلفل، كمون، كزبرة. هنا الكمون والكزبرة يقولوا كلمته. هناخد الرز دي كده مخرجنا اهو، مش عايزها، نشيل دول نحطهم هنا كده. الله، يعني لو احنا بنعمله صينيه نخلي الراس بتاعه السردين، بحب امصمصها كده بيبقى طعمها حلو قوي. ولكن مقلي مش عايزين الراس بتاعه السردين. بتعملي ماكريلي مقلي ابن عم السردين او كسير الشباب، ارمي راس الماكريل لانه هيزفر لك الزيت، مش هتقدري تحمري فيه حاجه بعد كده. اه رصيت السردين كده بالساطور واحطهم هنا. حلو، الساطور بالنشابه او بلانشه مش عايزهم. يلا بينا، معانا السردين الحلو عليه معلقه توم حلوه، تسلم ايدك يا عم الشيف، معلقه عسل حلوه. ايه الجديد ده يا عم الشيف؟ ايه اللي بيجي تحت ايدك بتحط؟ اه والله دي مش مكتوبه في المقادير بس انا حطيتها. معلقه عسل حلوه، قليل من الشبت. ده المطبخ، دايما نخرج بره النص زي الاستاذ عادل امام كده ربنا يديله الصحه. حلو، اه كمون، بابريكا، اومر، معلقه عسل اهو هتشوفها دلوقتي، معلقه كركم. حلو، فلفل اسود، سويت اند صور، الملح. حلو، الكزبره الناشفه، كل دول مع السردينه الحلوه وهنقلبهم. اوعى تحط زيت. مخرجنا قال لي ليه عسل؟ والله انت ابن حلال. كان نفسي حد من الساده المشاهدين يسالني يا عم الشيف يا عسل ليه حطيت عسل؟ حلو قوي. السردينه الجلده بتاعتها والكفر الخارجي ناعم، مش بيشيل التوبنج بتاع الخليط اللي انا هقلي بيه اللي هو السميد الناعم اللي انا هحمر فيه دلوقتي. ده شفت بقى انا جبت لك ازاي التفاصيل عشان انا بحبك اهو. ده سميته ناعمه مع دقيق. حلو الكلام. فانا حطيت معلقه العسل، طبيعي العسل لما بيلاقي العسل بيقرب منه، فالعسل هنا هيديني ماده او هيديني كفر للشكل الخارجي يشيل معايا من التوبنج اللي انا هتبل بيه دلوقتي. عرفت ليه انا حطيت العسل؟ حلو الكلام. هنقلب كده اهو، ده اذا السردينه في ايدي خلاص. شفت ازاي اهو؟ اه والتوابل مسكت في السردينه، كل ده بقى بمعلقه العسل. شفت اللي بيجاور العسل؟ اه ربنا بيكرمه. اه شفت السردينه الحلوه؟ ناخد السردينه الحلوه دي كده زي الفل. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ واغلف السردينه من بطنها. كل حاجه
في حاجة أنا نسيت أحطها ودي مهمة جدا على فكرة، عصرة حامض أو عصرة ليمون. أه والليمون مع العسل ده مشروب صحي ينصح به في أيام الشتاء والبرد. حلو؟ يلا بينا؟ أه هنعمل إيه دلوقتي يا عم الشيب بقى؟ معايا سميد ومعايا دقيق، ده دقيق طبعا، كوبايتين من الدقيق، ونحط عليهم شوية سميد ناعمين. برضه تحط ليه سميد يا عم الشيف؟ السميد ده زي ما بنحطه كده على عجينة بلح الشام بيرمل لي الخلطة بتاعت القلية أو بتاعت الكريسبي. نفس القصة هيعملها معايا هنا مع التوبنج بتاع السردينة، شوية فلفل، شوية بهارات على الدقيق. لا أنا مش عايز أحط توم باودر ولا بصل باودر، ده لما تيجي تعمل فرايدي تشيكن. مخرجنا شاطر قوي على فكرة، خلاص اتعلم. بيقول لي توم باودر وبصل باودر. أول ما بنعمل حاجة اسمها كريسبي لازم تلاقي خالص، السردين بريء منها. خلينا مع التوم الطازة. دي بهاراتها اهيت. عندي زيت شديد الحرارة عشان نحمر. في الطاسة نقلب دول كده. سميد ناعم مع دقيق. مع شوية بهارات حلوين من أصابع إيدك الحلوة. ناخد السردين نسقطه هنا ونحمر في قلب الطاسة. هنحمر حاجتين دلوقتي، هنحمر الزلابية ونحمر السردين. الزلابية هنحمرها في القلاية بتاعتنا لأنها عايزة زيت غزير، أما السردين مفيش مشكلة، ممكن تحمريه في طاسة على النار زي اللي معايا دي كده، وتحطي فيها كمية زيت قليلة. الزيت ده يدوبك يعني يغطي السردينة، مش لازم زيت كثيف. ونبدأ نحمر السردين مع بعض كلهم كده. هنشوف ازاي تقدر تعملي التتبيلة بتاعة السردينة دي وتحطها في التلاجة تقعد ساعتين مفيش مشكلة، ثلاث ساعات مفيش مشكلة. هناخد السردينة بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل. يلا مع بعض توكلنا على الله واحنا واقفين كده اهو. يلا بينا نمسك السردينه من ديلها. بطنها مليانه عسل ويجعل ايامنا عسل يا رب، قولوا امين. وحقوق الطبع، السردينه دي اصلا مش عايزه غير دقيقتين في النار. حالا اوريك اللازانيا دلوقتي عشان الكابوريا تعرف هتروح فين. طب انت عايز شويه الكابوريا دول تقزقزهم. ها ازقز كابوريا. وانا شغال اهو بطن السردينه في التتبيله. لازم الزيت يكون غزير وعلى نار شديده، السردينه عايزه الزيت بالشكل ده كده ونار شديده. كمية الزيت ده بالنسبة للسردينة غزير يعني مش كتير، أهم حاجة يغطي نصها، لأن لما أقلبها دلوقتي هتشوفيها دلوقتي وهي إيه بتتحمر. آخر واحدة معايا أهو مكانها هنا بس، خلاص شيل كل حاجة. طيب حاضر يا غالي، عينيا أعمل لك اللي أنت عايزه. خلينا نشوف اللازانيا وصلت لفين معانا. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب، قلبك يطيب قبل ما تشوف اللازانيا. وانا بهزر، شوربة الجمبري وشوربة الكابوريا واللازانيا هو ده. بص عليها كده قبل ما نعمل التركية الحلوة. دلعالي بالله عليك، تستاهل الدلع. كابوريا عينيا. الله ايه ده؟ ايه الفراسة دي؟ وانا اقول الشطارة دي جبتها منين؟ بيقول لي هترص الكابوريا على وش الصينية. صح، بالله عليك، يبقى احنا عملنا ايه؟ لازانيا بالسي فود وعليها كابوريا. دي شقاوة مطبخ. ما احنا خدنا الكابوريا وخدنا خيرها وخدنا شربتها. حلو الكلام؟ ناخد الكابوريا دي كده. يلا بينا يا حلوة، هنا ده مكانك. شفت برصها ازاي؟ هو ده هو ده هو ده.
جبن الموزاريلا، الأكلات اللطيفة الحلوة اللي مش مكلفة. هي مكلفة فكر طهوي، مكلفة إبداع، فراسة مطبخ، حب مطبخ، مفاتيح السعادة الزوجية. هو جوزك لما يرجع من الشغل ويلاقي لك عاملة له ده على العشاء أو على الغداء، هينزل من البيت أبدا، هيقول لك يا مراتي يا حبيبتي يا ست الكل يا ست الحبايب يا أم ولادي، أنا ما أكلش غير من إيدك أنت. أه شفت إزاي؟ هندخلها الفرن في درجة الحرارة نفسها، بس خلينا نحط رشة إيه؟ لا أهو شبت المرة دي، مش زعتر. سامع صوت السردين وهو بتحمر؟ وندخلها الفرن سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي الله. هتشوفها ازاي؟ انزلها لك شويه. اهي حاضر. اهي ايه رايك؟ سحبها كمان شويه. حلو. انا بس عايز الفكره كلها الجبنه تسيح مع الكابوريا. نشوف السردين اخباره هنا عند اللازانيا، عايز احمرها. ايه الاخبار؟ مهم جدا ان احنا وانت بتحمري السردينه دي تحط في الاعتبار. بص على السردين مخرجنا الجميل الله يوفقك، بالله عليك بالله عليك ما تخلي الفرصه دي تعديك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مخرجنا حبيبي خليك معايا يا حبيبي، مخرجنا الله معايا. حبيبي يا غالي. خلاص سردنا استوى، يلا نغرفه مع بعض. خلص الكلام. الله سردين مقلي ويبرق لي. حاضر عينيا، النبي لا دلعك. عرفت المخرج عايز ايه؟ عايز قرنين فلفل حار حلوين كده يفتحوا نفسه على الاكل. وحد يبقى قدامه سردين ولا لازانيا؟ ابن حلال مش حرمك من حاجه. ايه السردينه استوت؟ يلا يا حلوه. ألف أنا وشفا، أحلى من الجمبري والله. وعلى فكرة السردين أغنى حاجة في العائلة بالفوسفور وبالأوميجا 3. إذا كان جمبري ولا إذا كان ماكريل ولا إذا كان سمك بياض ولا سمك سردين سوري سمك دينيس ولا سمك وقار ولا قاروص، أيا كان السمك، السردين من العائلة الغنية جدا بالأوميجا 3، أعلى من السلمون كمان. عشان اطمنك بس، مش تقولي سعره رخيص، ولا خالص بالعكس، هو سعره رخيص بس القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الابحاث العلميه، والعلم لما يتكلم سمع هوس. الف انا وشيف يا مخرجنا. الزيت ده تحمري فيه سمك تاني، اوعي ترميه، خلي بالك ده مهم جدا. لو عندك شويه رز صياديه اعملهم في قلب الزيت ده وادعيلي. تعالوا نحمر الزلابيا مع بعض. وقبل ما نحمر الزلابيا نوسع للازانيا لست الكل. حلو، ده مهم جدا مطبخك يكون رايق. مش حجه ان انا بعمل سمك واحنا عارفين اكله السمك في البيت بتبقى كركبه في المطبخ خالص. اهم حاجه نظافتك في المطبخ، تعملي سمك تعملي ديك رومي، مطبخك يكون رايق. فجأة جوزك شم ريحة السردين ودخل المطبخ يلاقي المطبخ رايق. حلو، نطلع اللازانيا مع بعض. يلا بينا. نعم يا غالي، والله ما في حاجة جاهزة معايا. يعني بقول لي لو انا دخلت المطبخ دلوقتي هنقدر نعمل الاكل في التايم بتاعك ده يا شيف؟ انت شفت حاجة جاهزة؟ نخلي مكانها كده ولا نغيرها؟ العب يا السمك. تعالوا مع بعض نحمر الزلابيا. زلابيا بالتمر،
العالم كله منتظر دلوقتي الشيف المغازي هيعمل زلابية بالتمر ازاي. زلابية بالجمبري وعرفناها دي تتاكل حلو ولا حادق بالعسل، ويجعل ايامنا عسل. بس طبيعي احنا نشيل ده كده، نغير الجلافز ده كده، فهو كده اهو. تعالوا مع بعض نحمر شويه زلابيا كده، وانا سبتها لي الاخر عشان وقتنا. تمر هنا وعجينه اللازانيا معايا. الفكره دي جات لك منين يا شيف مغازي؟ من حبك للمطبخ. لا هي دراسه ولا هي شطاره، حبك للمطبخ، حبك لاولادك، حبك لجوزك، حبك لاسرتك، حبك للناس اللي بيتعزموا عندك، عايزه تاكلهم حاجه جديده. افتح التلفزيون القناه الاولى الفضائيه المصريه في انحاء العالم، كل الدول العربيه والغربيه، هتشوفي ابتكار طهوي، فن ورؤيه وابداع. اهو العجينه اتخمرت بالتاكيد، بص عليها مخرجنا اهي. حلو الكلام، كل القصه كده نضرب فيها دي كده، بص عليها. لازم تعملها كده قبل ما تشتغلي بيها. اهي شفت ازاي العجينه اهي عملت معاك الشكل ده كده والنعومه دي كده، اعرف ان العجينه جاهزه للتحمير اهو. شوف بتلف في قلب الصينيه ازاي، اهو زي الفل. يلا نحمر مع بعض. الزيت اخباره ايه؟ غزير شديد الحراره. حلو قوي. اشيل العجينه دي من هنا احطها هنا. شوف هتنزل ازاي. اهو. انا سبتها للاخر علشان وقت مخرجنا ما يقول لي وقتك خلص ما اقعدش اعيط واندم على الوقت اللي فات. معانا العسل، معانا معلقتين زيت في طبق انا عايزهم. ليه يا عم الشيف؟ اقول لك دلوقتي حالا. زي دول كده، يلا بينا. معانا معلقة، ناخد العجينة دي كده ونقف هنا كده. التمر ده معانا اهو، دي العجوة دي كده اخواتها كده اهو اهو. العجوة بتاعت سينا، تمر سينا الواحات اهو في قلب العجينة. ركزي معايا الله عليك، الله عليك وعلى والديك. وقت التحمير على طول. شفت العجينه راحت فين؟ كلها بقت تمر. بس اهم حاجه ما يكونش فيها نوى، لا تصادف النوايا دي تيجي تحت درس حماتك تقول لك اللي اخترع الموضوع ده وصاحب الفكره وقصدها ومش خالص. شفت التمره؟ اهي. شفت العجوه؟ اهي. اهي. فتتها كده جوه العجينه. اهو. يلا نحمر مع بعض، يلا نحمر مع بعض. شويه الزيت هنا دول كده عايزهم، نزودهم شويه، نحط المعلقه في الزيت ونقطع في الزيت. حلوه دي جت معايا ازاي مش عارف برضه. نحط المعلقه في الزيت ونقطع في الزيت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فكرة يا شيف والله. عايزها صغيرة اشتغل بمعلقة شاي، بلاش معلقة الأكل اللي معايا دي، زي ما أنت عايزة. ولازم تحط المعلقة في الزيت، الزيت اللي هيخلصك من العجينة ما تمسكش في إيدك. والزيت يكون غزير ودرجة حرارته عالية جدا كأنك بتحمري فلافل. عينيا. حاضر. حاضر. طيب وقتنا جري مننا، شغل كتير، حلقة فيها شغل. عملنا اللازانيا بمدرسة المغازي، شفنا الكابوريا منورة اللازانيا، عملنا سردينة مقلية حلوة اسكندرانية حلوة بطريقة جديدة بالعسل. شغال في الزلابية دلوقتي بالتمر، طبعا محتاج ان انا احمر شوية كتير
لان عزم الجيران على الفكره الجديده دي وعزم قرايبي وعزم ماما. فخلونا طبعا ننهي الحلقه بتاعتنا واللازانيا في قلب الزيت هنشوفها برضو لان معانا مخرج شاطر بعد ما تتحمر. يعني نقول رؤيه فن ابداع. نشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو. We'll be right back.